بداية أول إشي الله يعطيكم العافية وشكرا لجهودكم. النقطة الأولى اللي بدي أحكي فيها شكرا زملائي موظفين بلدية جرش على الجهد اللي قاموا فيه. ونحن نرجع منقول سيدنا بتشرف يجينا كل يوم وكل يوم نشتغل قد هيك على مرتين ثلاث. الضيف كريم وعزيز وكبير، وأقل واجب إنه إحنا تكون مدينتنا نظيفة تليق باستقبال جلالة الملك الله يطول بعمره. بكرة زيارة سيدنا راح تكون إن شاء الله بجلالة الملكة وولي العهد لجرش. من خلال هذه الصفحة أنا بدعو أهلنا بجرش إنه يكونوا موجودين، وهي رسالة، رسالة محبة لقائدنا ورسالة للعالم. هي عبارة عن تقدير وحجم العلاقة وقوة هاي العلاقة ما بين القيادة والشعب الأردني. والرسالة من جرش راح تكون كمان الرسالة بعد انتخابات مجلس نواب جديد، دولة رئيس الوزراء جديد، إن شاء الله بتكون مرحلة خير لهالمجموعة اللي الموجودة اليوم بإدارة الحكومة مجلس الأمة. إن شاء الله بيكون نقطة انطلاقة لمستقبل بالمئوية الثانية. احنا متفائلين كثير، متفائلين اكثر انه سيدنا بكرة مستنى نسمع منه عن المرحلة الجديدة وتكون الانطلاقة من جرش. فمنقول ميت اهلا وسهلا بسيدنا بلدية جرش، جهزت كل المسار لسيدنا، البيوت موجودة، الناس، المواقع مؤمنة، ذكور اناث، في عنا اكثر من خيمة مجهزة للناس، وعشائر جرش عادتهم، وهذا عادة الأردنيين من البادية، المخيم، القرى، المدينة. الكل ساهم والكل كان موجود والكل أصر أنه يكون مشارك بهذا الزيارة العظيمة اللي احنا بننتظرها من زمان.